إضافة مستفيد عالمي من خلال كيفتش أونلاين. اختر تحويلات مالية من قائمة الخدمات ثم اضغط على المستفيدين. اختر قائمة عالمي ثم اضغط على إضافة مستفيد عالمي. اختر فئة المستفيد. اختر الدولة وعملة حساب المستفيد. ادخل البيانات المطلوبة واختر طريقة استلام رمز التفعيل، رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني. اقرأ ووافق على الشروط والأحكام ثم اضغط استمرار. تأكد من البيانات ثم اضغط موافق. ادخل رمز التفعيل المرسل. تمت إضافة المستفيد وسيتم تفعيله تلقائيا بعد 12 ساعة.